السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف مع بعض البروجكت وايز 365. هقول له ان انا عايز انشئ مشروع، بعد كده بيقول لي البروجكت نمبر بتاع المشروع، البروجكت نيم هنسميه مثلا قايل، البيلدينج كونتري موجود فين خليها في اسبانيا، السنتر لوكيشن، التايم زون، كرييت، ظهر هي الداشبورد بتاع البروجكت وايس. هو عبارة عن مراقبة للمشروع بتاعك، وتقدر بسهولة توصل لكل اللوح، وتقدر تحط كومنتات، وتقدر تعرف كام لوحة صدرت ايشيو، في كام واحدة فيها ريفيو، في كام واحدة سميتها اللي اتبعتت، وفي كام ار اف اي وتجاوب على كام واحدة فيهم. فهي لوحة اللي مراقبة كل حاجة في المشروع، وفي نظام ان تبعت ايميلات وتبعت تاسكات لحد معين ان هو يعمل لك الحاجة ديت، زي ما هنبدأ نشوف مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمة.